واحد من الناس، مانيش معاقب، نتربش مع اصحابي، نقول روحي سلطان العميل او يا لحول ولا يا لعمة، ايش مخرجك وحدك تتقال الكلمة هذه؟ في بالكم اللي فما برشا معاقين خاصة الإعاقة العضوية، زملائي اللي موجودين بطلوا القراية نتاعهم، الوعي الجماعي سواء في المجتمع وإلا في السلطة اللي موجودة ماهيش قاعدة تحث على الاكسسيبيليتي للمعاقين. أنا كمكفوف كمعاق فما الاكسسيبيليتي اللي موجودة في المادات، الزوبستاكل الموجودين هم متنوعين بالنسبة للمحلات اللي مخرجة خارج القانون اللي موجود تسكر المادة بكلها، بالنسبة للكراهب اللي يجي يطلع كرهبته فوق المادة ما يخليكش انت تتعدى وكانها هبط على الكياس تولي عملية أخطر وأخطر. ونتمنيه في المستقبل كونه الاكسسيبيليتي تكون موجودة في الكليات. أعرفوا نحن في القرن 21 هذا نحاربوا في الجهل ونحبوا يكون معاق مسؤول كما الشعار اللي يرفعوا فيه وانا ما يكونش مكفول، لكن القول شيء والفعل شيء آخر، شتانا بين الثورة والثورية. في بالكم اللي فما برشا معاقين خاصة الإعاقة العضوية، زملائي اللي موجودين بطلوا القراية متاعهم من جرة لونفي ما هوش اكسيسيبل، من يجموش يطلعوا لونفي. اثنين الإدارة ما هي السوب اللي معاهم باش تحاول تخلي كلهم فيها ذاك في عوض تكون في الطاق الثاني ولا الثالث ولا في بلاصة فيها دروج، في بلاصة يعني اكسسيبل نجم الكروسة تطلع وتمشي فيها. تصوروا إحساس إنسان يحب يقرأ يحب يتقدم وفي الأخر تقولوا له لا ما نجموش. هنا دور الوعي الجماعي سواء في المجتمع وإلا في السلطة اللي موجودة ماهيش قاعدة تحث على الاكسسيبيليتي للمعاقين. جوست بالله فما فكره توا جاتني على الطاير، الجمعيات اللي تحتفل باليوم العالمي للمعاقين يا اخي تحتفلوا بيه على مجرد تصويره باش تخلقوا بها البوز في على الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تجيو توريو وجوهكم في التلفزه. راه نورمالمون الاحتفال راه انا يكون تجسيد وختم لي استراتيجية متاع عام كامل. يا خويا مثالش عمل لي استراتيجية وعمل لي فيها 10% 5%، على خاطر نحنا نعرفوا التدرج في التفكير. كي تعمل انت عندك في بروجرام يصير عن طريق ملاحظة ثم فكرة ثم إدارة الفكرة ثم وضع الفكرة في الفعل، من بعدين نجيو للحوصلة ونشوفوا شنية مشاه وشنية ما مشاش، بشكاك النجم ونتقدموا. راهو الفكر النمطي للإعاقة راهي ماهيش إعاقة جسدية، بالعكس راهي إعاقة فكرية. لخاطر أنا واحد من الناس مانيش معاق، نتربش مع أصحابي نقول روحي سلطان العميان. هي إشارة للمجتمع بصفة عامة والحامل إعاقة جسدية بصفة خاصة. التنمر اللي تعرضت له؟ التنمر أنا ما يقلقنيش، أما أصحابي يتقلقوا من كلمة مثلا يا أعمى، انا ما تقلقنيش راني سلطان العميان. الاخر يا مسكين معاق حاجه من النوع هذا. قالت لك وانت في الشارع تمشي؟ انا قالت لي وانا صغير وقت كنت غير كي بدا المشكل نتاع النظر نتاعي، هو يا لحول ولا يا لعمة ايش مخرجك وحدك تتقال الكلمه هذه. انت تراي انك تخرج وحدك ولا ديما شكون مرافقك؟ انا راني قايد كشاف نخرج وحدي، على خاطر كان نحب نساهموا في الوعي الجماعي. ابعد عليك على التواكل، وهذا اشاره نحب نقول لاي انسان حامل اعاقه، راه كان تحب انت تتطور ابدا بروحك وتخطى صعوباتك وحدك، من بعدين يجي المجتمع وتجي السلطه. انا راني قايد كشاف. شكرا ليك مسوي حاجه بيا انك معناتها تكون قدوه لبرشا مكفوفين بكلامك الباهي. اضافه بركه صغيره نقولوا راهي الاعانات الظرفيه اللي قاعدين يفرقوا فيها الجمعيات محموده، لكن مش هذاك الصحيح. راهو مضى بنا التخطيط على تنميه المهارات، تنميه الفكر، على خاطر هذاك هو اللي يدوم، تنميه الشخصيه يعني في تقنيات اداره الذات، فن التواصل الفعال، باش نجموا راهو نحن نتقدموا ونجموا نعبروا على ما يجول في خاطرنا، كان لازم نحققوا الاضافه للاخرين. ما فما الاعاقه ماهيش اعاقه جسديه، اعاقه فكريه. راهو الحامل اعاقه جسديه عنده طاقه ينجم يفيد غيره.